بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. أعيذ أولادي بكلمات الله التامات من شر كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. اللهم بارك في أولادي ولا تضرهم وارزقني برهم واجعلهم قرة عين للنبي صلى الله عليه وسلم ولوالديهم. اللهم افتح عليهم فتوح العارفين وفقهم في الدين وعلمهم التأويل واهدهم إلى سواء السبيل واجعلهم من العلماء العاملين وعبادك الصالحين. اللهم أنبتهم نباتا حسنا واجعلهم هادين مهتدين. اللهم وفقهم لمحابك وطاعتك ومرضاتك وعلمهم ما ينفعهم وانفعهم بما علمتهم. اللهم احفظهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن ومن كل سوء. اللهم سهل أمورهم وأصلح
أحوالهم وأعمالهم ونياتهم اللهم أحيهم حياة طيبة في الدنيا والآخرة اللهم أعنهم على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أحسن عاقبتهم في الأمور كلها وأجرهم من خزي الدنيا والآخرة اللهم متعهم بأسماعهم وأبصارهم وقوتهم في سبيلك واجعل هواهم تبعا لما جاء به حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم سلمهم وعافهم واعف عنهم وأطل أعمارهم في طاعتك ومرضاتك وتقبل منهم إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أعيذ أولادي بكلمات الله التامات من شر كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة اللهم بارك في أولادي ولا تضرهم وارزقني برهم واجعلهم قرة عين للناس
النبي صلى الله عليه وسلم ولوالديهم. اللهم افتح عليهم فتوح العارفين وفقهم في الدين وعلمهم التأويل واهدهم إلى سواء السبيل واجعلهم من العلماء العاملين وعبادك الصالحين. اللهم أنبتهم نباتا حسنا واجعلهم هادين مهتدين. اللهم وفقهم لمحابك وطاعتك ومرضاتك وعلمهم ما ينفعهم وانفعهم بما علمتهم. اللهم احفظهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن ومن كل سوء. اللهم سهل أمورهم وأصلح أحوالهم وأعمالهم ونياتهم. اللهم أحيهم حياة طيبة في الدنيا والآخرة. اللهم أعنهم على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أحسن عاقبتهم في الأمور كلها وأجرهم من خزي الدنيا والآخرة. اللهم متعهم بأسماعهم وأبصارهم وقوتهم في سبيلك واجعل هواهم تبعا لما جاء به حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم سلمهم وعافهم واعف عنهم وأطل أعمارهم في طاعتك ومرضاتك وتقبل منهم إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين.